بكم، مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. كنتمنى تكونوا بألف خير. وعواشركم مبروكه. كنتمنى الكل يكون بألف خير في استعدادات وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله انا تاخرت باش ننظف الاواني ديالي، حيت عندي واحد الطريقه سهله كننظف بها الاواني ديالي بلا تعب بلا فرك بلا في وقت وجيز. لهذا بغيت باش نشاركها معكم حبيباتي، وطريقة سهلة جدا. يلا نبدأ وغادي نوري لكم الطريقة غير بمعجون الأسنان. كما كتلاحظوا غادي تلمعوا الماعن ديالك وغادي تبهري بها. الجميع اللي شافها غادي يقول لك اشمن طريقة باش بقيتيها. غادي ناخدو معجون الأسنان كما كتشوفي هكا، كنبداو ندوزو على جنب الانيه اللي بينا باش نلمعوها بلا حكان بلا فريك بلا عذاب بلا شمس بلا والو. تدوزي عليها معجون الاسنان هكا وكتحطيها جانبا، حتى كدوزي على جميع الاواني اللي عندك هذا الشكل. هذا كدوز على معجون الاسنان وهي ناشفه ما فيهاش الماء هكا. هاد الطريقه هادي دوز على معجون الاسنان. راه ما درتش لي غون حيت معجون الاسنان ما غاديش يضر لي يدي طبعا هكا اللي درتي لي على خليناهم شويه حتى نشف عليهم المعجون كما كتشوفوا. دابا واحد شويه غادي نبداو نغسلوهم وغادي تشوفوا النتيجه مبهره جدا ورائعه. بسم الله غادي نبداو غادي نغسلوهم غير بهذا، ماشي جيكس ماشي غير هذا سميتو، كينقيهم كيرجعهم رائعين. بسم الله لا ما تحكي بلا والو، راه كيجيو رائعين جدا. ها هما تشوفي النتيجه مبهره.
الجميل في الامر بمجعل احسن الواحد يمكن نطفي الاواني وفي نفس الوقت نطفي جميع الروبينيات ديال الكويزين ولا ديال الدوش ولا اللي عندك في الدار تطفي به. انت نفس الطريقه فريكه صغيره كترجع لك الروبيني ديالك كيلمع وهائل. ولا كلمة رائع ونظيف جدا حتى اليدين كيرجعهم رطبين متخافيش على يديك. المهم ترجعوا روعه كيلمعوا جدا. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه تبارطاجيو هذا الفيديو على صديقاتكم. Je suis